الحوار واحنا في انتظارك بقى لم نمل طبعا احنا في انتظارك يعني متشوقين تعمل لنا تحليل لما يحدث على الساحه بصفه حضرتك كنت عضو مجلس شورى الاخوان اتفضل عمر ولا فئات هو بدايه يعني اوقات الاشاعات هي الاوقات التي يتحدث فيها كل الناس في كل الوقت عن شيء واحد ولن نجد وقت اخصب لترويج الاشاعات من وقت الانتخابات طبعا الاعلام وخاصه يعني برنامج قيم زي برنامج دكتورة هالة وضيوف مكرمين زي حضراتكم احنا بننظر لمثل هذا الشريط نظرة الخبير نظرة الخبير وليست نظرة المتحيز او شيء من هذا القبيل هذا المشهد اللي احنا شاهدناه في لمن قيل انها محافظة قرآن كريم بتوزع مبالغ لصالح احد المرشحين هذا المشهد في ذاته بدون المقدمة موجود عندنا في الفلاحين في كل يوم في قوائم من الأسر المعالة في قوائم من اليتامى في قوائم من المعاويز والمحتاجين هذه القوائم لابد أن يسترشد بوجودهم وسبق إجراء تحريات عن احتياجهم الفعلي بوجود قوائم وبيسترشد ان اسمي كمحتاج او اسمي كمستحق للمبلغ الشهري بالبطاقة بتاعتي فوجود بطايق ووجود قوائم ده في ذاته لا ينبئ عن ترجيح لمن يوزع المبلغ لصالح احد المرشحين من عدمه ويمكن لي ان انا اعمل مثل هذا المشهد واقول انتخبوا الدكتور سعد ويكون بفلوس الدكتور سعد لانه راجل خير لانه راجل خير دي قوائم تبقى موجوده معروف ان جماعه الاخوان المسلمين بتوزع للناس المحتاجين الفقراء. وان دي صدقه وده مسؤوليه اجتماعيه وفي دعوه انا موافقه الجمعيات الشرعيه وغيرها من الجمعيات كل ما قائمه على كل الجمعيات اللي بتقوم بذلك بس الناس دول اساميهم بتبقى مجموعه في كشوف تمام ما بنبعتش البواب يلم البطايق ما فيش الستات جايين بالصدفه يعني لا شك اذا كان حصل اذا كان حصل مثل هذا الكلام وبعدين الناس اللي عملوا البلاغ ده انا بقول احنا مش بنتكلم على احنا بنتكلم على فكره استخدام مش بلاش فكره استخدام الدين في الـ في الـ في, في شراء الاصوات المال فكره استخدام حاجه الافراد حاجه الفرد في موقف انتخابي هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها احنا مش بنتكلم انه بيدوا الناس فلوس ليه لا يدوا طبعا يساعدوا الناس المحتاجين ده دي مساعده عظيمه للوطن انك تساعد الشعب بتاعك وكل الدول العالم فيها جمعيات مسؤوله وخيريه ودعويه انما انت بتدعو للدين بتصلح من اخلاق الناس بتصلح من قيم الفضيله في المجتمع وبتساعد المحتاج والمعوزين انما انا اديك الصدقه واقول لك بس تعالى بقى عايزك تروح تنتخب ما هو ده مرفوض بدايه هي دي النقطة والعرض بتاع حضرتك ده مرفوض العرض لهذه لهذه الواقعه ان صح فهو مرفوض ولكن يمكن لي ان انا اتفهمه في ضوء يعني الصدام المحتدم والمنافسه الشديده ما بين المرشحين وخاصه ان يعني الناس ممكن تكون فيها متغلط اللي راحوا بلغوا الخمسه اللي راحوا بلغوا لا هو بس في حوار متسجل يعني على التلقائيه دي ناس بتتكلم مع بعض بيقولوا انتخابات وفلوس وبتاع لا شك والصوت ب 250 وحاجات كده هو انا من جانبي ما سمعتش ان الصوت ب 250 جنيه لكن انا ممكن يكون المبلغ ده اللي بيتوزع هو طبعا برضه 250 جنيه كمبلغ ثابت بيثير الريبه انا راجل قانون واعرف ان بيوزعوا كام تقريبا مثلا 90 جنيه 70 جنيه لا مش قصدي كده لا انا قصدي ان ما يتم توزيعه بيتناسب تناسب طردي مع حاجه الاسر الفقيره الاسر الفقيره فوجود مبلغ ثابت ده يثير الريبه يثير الريبه بدايه زي ما برضه بلاقي على احد المواقع اجتماع منسوب صدوره لاحد المرشحين بيقولوا لمجموعه من النساء الفقراء ان كل واحده منكم هتاخد ورقه
معلم عليها لصالح احد المرشحين وهتجيب لنا الورقه البيضاء اللي استلمتها من القاضي. هذه الورقه البيضاء مقابلها مبلغ 50 جنيه. ده موجود ومسجل صوت وصوره. يا ريت حضرتك تقول لنا عليه عشان نجيبه نحطه. احنا عايزين نحط كل التجاوزات الانتخابيه ايا كان المرشح. بالظبط كده. يعني مثل هذا الامر انا بقول ممكن توليف وممكن اختلاق وممكن وخاصه في ظل احتدام المنافسه الانتخابيه. انا عايز ارجع يعني بعد هذا المشهد بخصوص استخدام المال او استخدام حاجه الناس في شراء الاصوات، وده امر مرفوض لا شك، وده امر انا لا اقبله ولا يقبله اي منصف. لكن في النهايه احنا برضو لما نيجي نقول ان توزيع التأسيسية لابد ان يكون بعيدا عن السادة اعضاء مجلس الشعب، لابد ان يكون بعيدا عن. طب هم قالوا دلوقتي دول مش اعضاء مجلس الشعب، ده الاحزاب. طب هم اللي في الاحزاب هم اللي في مجلس الشعب. بالظبط كده. حتى لو كان اللي هم اعضاء مجلس الشعب هم القائمون على التصويت، فوجود قائمه مسبقه معده زي ما عرضها علينا استاذ محمد، هذه القائمه المسبقه المعده فيها برضو شكل من اشكال الريبه والارتياب. لكن انا زي ما بحسن الظن بالحزب الجبهه الديمقراطيه وبحسن الظن بكل الاحزاب، فانا برضو بحسن الظن بحزب الحريه والعداله على انه حريص على تطبيق الشريعه الاسلاميه. وتطبيق الشريعه الاسلاميه ريحتنا فيه ليست فقط الماده الثانيه ولكن المحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا قالت انه ليس فقط مبادئ الشريعة الإسلامية المقصود بها والمعني بها في المادة الثانية ولكنها أحكام الشريعة الإسلامية. فالخوف من إيه؟ الخوف إذا كان في خوف من إضافة من بعض من يسموا بالقوى العلمانية أو الليبرالية والتي يعتبرها البعض أنها مناهضة للفكر الإسلامية، وأنا لا أعتبرها كذلك في مصر، من إضافة أن غير المسلمين من حقهم أن يحتكموا لشرائعهم، فده أساسا موجود في الشريعة الإسلامية. ده هذا النص لا يخالف أبدا الإسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة المائدة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فربط الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما بين الاحتكام اليهود إلى التوراة وبين التولي. فالذي يحتكم لشريعته لا يناقض الشريعة الإسلامية. المسيحي اللي عايز يحتكم لشريعته ده جزء من تركيبة الشريعة الإسلامية الداخلية. اليهودي الذي يريد أن يحتكم لشريعته ده جزء من التركيبة. فهذه الإضافة تزيد على النص ولا تضير الشريعة الإسلامية في شيء بشكل أو بآخر. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هي دي المبادئ، التي يدعو إليها الإسلام في قواعده العامة المجردة، وهي دي المبادئ اللي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وضعوا مجموعة من الخواجات، ليسوا بالمسلمين وليسوا كان فيهم واحد مسلم، دكتور محمود عزمي، واحد مسلم كان اهم واحد. طيب هذا الميثاق العالمي لحقوق الانسان نص على بما تنص عليه الشريعه الاسلاميه من حريه، من كفاله حق الراي والراي الاخر. المعايير التي تنهض عليها الشريعة الإسلامية هي المعايير التي نهض عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي حطه مجموعة من الخواجات. هو الذي وافق هذا الإعلان، الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان موافق لإعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بتاع الخواجات، واللي كان عضو فيه الأستاذ مختار نوح، وفي نسبة أكثر من 90% من المواد بيتفقوا بينهم وبالبعض. وأنا بأحسن الظن بحزب الحرية والعدالة وبأحسن الظن بكل من هو مشتغل بالعمل العام، بدعو الجميع إلى أنه ليس هناك تخوف على الشريعة الإسلامية. الليبراليين متدينون في مصر، كلهم يقيمون الصلاة، كلهم يعني لديهم سقف في الأخلاق وفي القانون الطبيعي. أنا سمعت قبل ما أستاذنا دكتور سعد بيتكلم عن إن إحنا مش عايزين مرجعية إسلامية، إحنا عايزين مرجعية مصرية.
المرجعية المصرية هي التراث الإسلامي والحضاري والمسيحي وتراث قواعد زعماء الجهاد كانوا بيقولوا كده. هذا المفهوم اللي أنا بستشعره كمصري وبستشعره المسيحي كمصري. سؤال صغير يعني الكلام حضرتك بتقوله ده احنا مش مختلفين عليه، بس أنا عايز أسأل سؤال محدد، يعني هل يوجد نموذج في أي مكان في العالم متفق عليه أن هذا يمثل النموذج الإسلامي؟ يعني وهل هناك توافق بين التيارات الإسلامية، يعني مفهوم الشريعة الإسلامية لدى الإخوة في حزب النور أو السلفيين، ومفهومها لدى الجماعة الإسلامية، ومفهومها لدى الإخوان المسلمين، ومفهومها لدى الشيعة، ومفهومها لدى الإخوة في تركيا أو أفغانستان أو خلافه، هل هناك توافق نموذج معين أقدر أقول هو ده نموذج الإسلام اللي أنا أخده أطبقه؟ ولا تكملة السؤال أن ما يطرحه الإخوان يعبر عن فهم الإخوان؟ أيوة. هل ما يطرحه الإخوان هو يعبر عن الإسلام؟ هو ده الإسلام يجب أن نتبعه ولا يعبر عن فهم الإخوان للإسلام؟ هي دي النقطة، بس هي أهم نقطة إحنا عايزين نفهمها، اللي هي بتصيب بعض الناس بالقلق أو يعني في ضبابية كده في الموضوع. هل تمثل جماعة الإخوان المسلمين فكر الإخوان المسلمين ولديها تفويض إلهي في قيادة هذا البلد، أم أنها تمثل الفكر الإسلامي عامة غير محصور في جماعة الإخوان المسلمين؟ وسؤال برضو هضيفه بقى لحضرتك، الولاء هنا بيبقى عشان إحنا فتحنا الموضوع مع الدكتور صفوت حجازي، سمعت حضرتك، الولاء هنا يكون للجماعة ثم الوطن، أم يكون للوطن ثم الجماعة؟ هو الكلام ده كلام عظيم جدا. الولاءات هنا متداخلة، مش ده اللي علاقة برضو بالسؤال؟ طبعا اللي احنا علاقة يعني في أولويات. إيه أولويات؟ إيه أولويات الأولويات؟ هو بداية طبعا احنا بنسأل ده عشان احنا يعني معجبين بالدكتور مرسي، ونتمنى ان احنا يعني نسمع منه المزيد، فعايزين نعرف ليه. هو طبعا انا لا ارى اي خلاف في بين الفصائل الإسلامية وبين الأفكار الإسلامية وبين المذاهب الإسلامية في مبادئ الدستور، ولا أرى خلاف ما بين اللي بيضعوا دستور عام في قواعد عامة مجردة تكفل حريات وحقوق وشرف المواطنين عن المبادئ التي يجب أن يضعها من يتمسك بالمبادئ الإسلامية وغيره، لأن الحرية في هولندا هي الحرية في أمريكا، هي الحرية في مصر، هي الحرية في جنوب أفريقيا، الحرية الإنسانية. أنا النهاردة أساسا حضرتك بس أرد على سؤال حضرتك، المحاضرة تسمح لي معلش ساعات الدكتور هيضطر يسألنا. طبعا يا شباب اتفضل يا فندم. اتفضل تخلص. انا اسف جدا للمقاطعه. لا معلش انا عارفه انك اتاخرت. سعاده جدا عشان هو عنده ولاء عائلي للاسره. الى اللقاء. سعاده الدكتور عنده ولاء عائلي للاسره، قال لي لازم اروح مع مراتي مستنياني، ما قلتلهاش ان انا هتاخر. ما شاء الله. طب انا مراتي مستنياني كمان اهو. اتفضل. المهم انت عايز تروح لها. كان عنده مؤتمر طبعا يوم شاق بالنسبه للدكتور سعد الدين ابراهيم، كان عنده مؤتمر. اتفضل يا فندم. انا لما بتكلم بقى في تفاصيل تشريعات القانون هنا بندخل في الخلاف. هنا بندخل في الخلاف حول النظريات المفترضه ما بين فقهاء القانون المختلفين، ما بين فقهاء الشريعه المختلفين، ما بين المذاهب الاسلاميه او غير الاسلاميه المختلفه، لكن مبادئ الدستور دي مبادئ عامه مجرده لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان زي ما بيقول المثل. الدستور ولا مبادئ الشريعه؟ الدستور، مبادئ الدستور، مبادئ الدستور يعني في حد احنا مش ممكن يختلف، ممكن حد ممكن يختلف. ما احنا بنتكلم في الدستور دلوقتي. احنا بنتكلم في الدستور، ما بنتكلمش في تشريع. لا في حد بيختلف على ان هو لا يجوز انتهاك حرمه الاشخاص والمساكن. خلاص يعني لما النهارده النص ده حطه نائب سلفي او حطه نائب ليبرالي او حطه غيره من اساتذه الجامعه، هو ليه احنا بنتصارع من يضع الدستور؟ لان وبعدين مفيش خوف على الشريعه الاسلاميه. مين الحريص على الاستحلال؟ انا يعني انا بتكلم. حضرتك ما ردتش علينا على فكره. اتفضلي. السؤال اللي السيد سعيد كامل ساله، السؤال اللي انا سالته حضرتك ما ردتش عليه. وهو يعني نموذج، انا عاوز نموذج يقول ان هو ده النموذج الاسلامي الذي يجب ان اتبعه، وهل مفهوم الاخوان للاسلام هو ده المفهوم الاسلامي والمفهوم الصحيح للشريعه، ولا ده يعبر عن فهمهم هم للشريعه كما ان
الشيعة لهم فهمهم، كما أن السلفيين لهم فهمهم، كما أن الجماعة الإسلامية لها فهمها، كما أن الإخوة في تركيا أو ماليزيا أو أفغانستان لهم فهمهم. يعني أنا فهمي مثلا للشريعة زي مثلا الإمام محمد عبد لما سافر الغرب وقال وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، وجئت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام. الرجل لما راح هناك شاف العدل وشاف كلها قيم إسلامية وكلها مبادئ إسلامية الغرب يطبقها لأنه وجد فيها صلاح للناس وتصلح حالهم مشتغل. ربما نختلف أن هناك تفسخ أخلاقي أو خلافه، لكن هناك نهضة حقيقية أفضل مننا. هل سبب تخلفنا هو اعتنقنا للإسلام وسبب تقدمهم وبعدهم على الإسلام؟ بالعكس، ده هم عندهم بيطبقوا مبادئ الإسلام أكتر مننا. خدت بالك، انا واحد من الناس لما سافرت بلجيكا مثلا فتره كلمت مع حد هناك ولفرد موراتنوس وبتكلم كده فبتكلم عن حاجات متعلقه بالعداله واحترام الاديان والى اخره ورسول. الكلام ده كله موجود في القران عندنا. قالوا مين قال لك ان احنا ما درسناش القران ودرسنا الاسلام واخذنا منه قيم كثيره جدا طبقناها في مجتمع؟ جميل. وبالتالي مجموعه العلماء اللي وضعوا الميثاق العالمي، الإسلام جزء أو المسلمين جزء من هذا الميثاق، الثقافة الغربية ونحن بنسموه الغرب جزء منه موجود إسلامي والإسلام ينتشر فيه. فخلاصة الموضوع، هل فهم الإخوان للإسلام ده فهمهم ولا هو ده الإسلام؟ هي دي جماعة المسلمين بشكل عام ولا هم فئة من المسلمين يحاولون أن يجتهدوا ويقدموا نموذج؟ وبالتالي إن أحسنوا فهذا فضل من الله وهذا هو الإسلام، وإن أخفقوا فليكن فهمهم هم للإسلام هو ده الخطأ وليس الخطأ الأخ اللي اتهم في كذا واللي اتهم في كذا. هل هذا ده يعبر عن الإسلام ولا ده خطأ منه وبالتالي لا يجب أن أقول أنه أنا الإسلام؟ دكتور فهمني؟ دكتور سعيد، أنا طبعا ما جئت لأمثل فكر الإخوة المسلمين، بس حضرتك اتكلمت عن حضرتك كنت في لكن بكل بساطة أقدر أقول إن لكل فئة أو لكل فصيل فهم، ودي طبيعة البشر في الاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هو احنا المفروض كان معنا يبقى الدكتور حسن البرنس كان هيشرح لنا الحاجات دي، مش عارفة ليه ما جاش، ولذلك خلقه دكتور حسن. وصل ولا لسه يا جماعة؟ خلاص ده البرنامج ما عادش فيه. اتفضل. ولذلك خلقهم، فمن حكمة الخلق الاختلاف، من حكمة الخلق الاختلاف. لكن المبادئ احنا بنتكلم في وضع دستور، فانا يعني بتفق مع الذين يقولون ان الدستور لابد ان يوكل الى الخبراء والمتخصصين ولا يوكل الى فصائل سياسيه، وان المبادئ العامه المجرده من حريات وحقوق للانسان سيكفلها وضع الدستور، ثم ستعرض على الناخبين والمستفتين من الشعب. نعم. فهم الإخوان المسلمين للإسلام لا شك أنه فهم بما يرونه أنه صحيح، كما هو فهمي كما هو فهمك، وكل يعتد برأيه. إحنا في قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة لا يختلف عليها اثنين، هذه القواسم المشتركة لابد هي اللي بنتواضع عليها في وضع الدستور. لكن أنا بتفق مع حضرتك بأن لا يمكن أحد أن يدعي أنه يمتلك الحكمة مطلقة، لا يمكن أحد أن يدعي أنه يمتلك الفضيلة وما عداه هو غير إسلامي وما عداه هو ناكر أو كاره لشرع الله أو شيء من هذا القبيل. إحنا بنحسن الظن بالجميع، بنحسن الظن بحزب الحرية العدالة وبالسلفيين، ممكن نختلف معاهم في بعض المواقف، ولكن في النهاية يجب أن يعني إحنا بنطرح حسن الظن قبل. هو ليس اختلافا طبعا معهم كأشخاص، هو اختلاف على ما يطرحونه من أفكار، اختلاف مع فهمهم هم، وليس اختلاف مع أشخاصهم ولا اختلاف مع الشريعة، هو اختلاف مع فهمهم هم عشان نحصر الجزئية في الفيديو. بالضبط كده. اتفضل يا اسمع. أنا عايز أقول قبل ما تقول مؤشرات الفرز الأولية في انتخابات الجمعية التأسيسية، تشير المؤشرات إلى حصول الدكتور محمد سليم العوة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والأستاذ محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب والأستاذ أسامة ياسين القيادي بحزب الحرية والعدالة بحصولهم على أعلى الأصوات حتى الآن. اتفضل يا فندم. لا، هي الأصوات اللي اتفرزت، الأصوات كلها تطلع زي بعضها. لا صحيح،
لأصل اللي هينتخب من غير القوى المدنية هي كل الأصوات هتتصب في المكان الواحد. أنا عايز أقول في موضوع الحديث حول التنظيم والأفكار. كنت عايز أقول الأول والدكتور سعد موجود إنه الدكتور سعد كان له سبق كده جميل لازم يذكر إنه أول من ألقى حجر على الاحتكار السياسي وتقدم لفكرة انتخابات رئاسة الجمهورية وألقي بالطوب في الشوارع ألقي عليه الحجارة في الشوارع لما قرر أن يقترب من هذا التابو. فبعد الثورة لابد أن نذكر لهذا الرجل في غيبته ألقى حجر على السكون السياسي وليس على الحركة السياسية على التابو المقدس الكبير محرمات كانش حد يقرب من المسألة دي. المسألة التانية انه كان له جملة بليغة قوي بيقول ان غياب الامن يعمل فوضى وغياب العدل يعمل ثورة. فالمعادلة دي ما هتيجي هتشوفها هتلاقي المسألة نطرحها بقى على ربنا لما جه يقول للناس اعبدوني وما جه يوجه خطاب التكليف للناس بقى الانسان لما يبقى مكلف يبقى مكلف امتى؟ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. المسألتين اللي بتراهن عليهم القوة وقت ما تقرر الخطاب الجماهيري بمنطق مختلف. لما عودة إلى المسألة المتشابكة مسألة اللجنة التأسيسية واحنا وانا بقول في المجلس انه ما ينفعش نبقى في اللجنة التشريعية بنحضر معايير وفي حد تاني بيتفق. فرد السيد مقرر اللجنة والأستاذ صبحي صالح وقال احنا ملناش علاقة بهذا الكلام والدكتور الكتاتني قال هذا الكلام وانا قلت له وانا بقول يعني ده اللي هيطرح بكرة القانون ده اللي هيطرح بكرة فقال لي ايوه هو ده يعني هو ده اللي هنتوافق عليه بكرة قال هو ده قلت له بحملك مسؤولية امام الله والتاريخ انا عارف ان معاك الكتلة التصوتية ان وقت ما يشير ان ترتفع الايادي سوف ترتفع يعني هو ده ان غدا لنظره قريب سوف يمر 24 ساعة وسوف يحكم التاريخ واظن ان تثبت في المضبطة دي ان انا بس قلت في هذا المكان اننا اطرق هذا الباب بشكل مهم. لما فرد الاستاذ صبحي قال هو تستطيع القوى السياسية ان تتوافق كما تشاء ولا علاقة للمجلس به ولكن نهى تستطيع ان تنفذ ما كانت قد توافقت عليه عن طريق استخدام اعضائها تصويتيا مش فاهم. ولكن القوى السياسية خارج المجلس الذي لا علاقة لنا بها تستطيع أن تنفذ بما فيها الحرية والعدالة يعني؟ كلها يعني ما فيها كلها لكنها تستطيع ده هو الحرية والعدالة لكنها تستطيع أن تنفذ ما اتفقت عليه في المجلس يعني احنا مالناش دعوة احنا معترضين ما انتوا قاعدين ليه بقى؟ إلا باستخدام القدرة التصويتية لأعضائها يعني اللي كنا عاملينه وهم اعترضوا وطلبوا الدكتور سعد قال في المجلس يعني محتج الجماعه قال انه الكلمه بتاعتي تحذف من المطبطه اللي انا بقول يبقى اللي كنا بنعمله في اللجنه التشريعيه لم يكن الا حفله زار انت اثرت مشكله بكلمه حفله الزار ما هو ما ما هي معناها ايه تاني من مطبط. هي معناها ايه تاني يعني ايه ان يكسر لدينا الطحين ولا ننتج دقيقا المسألة التالية اللي عايز أقولها في فوضى المصطلحات يعني ليس هناك ما أعرفه من التيارات إن في 50% حاجة اسمها تيار إسلامي لا يوجد حاجة اسمها تيار إسلامي وتيار غير إسلامي أو زي ما بتقال الليبرالية مش دين العلمانية مش دين الإسلام دين يجمع قد يكون المسلم ليبرالي وهو مسلم وقد يكون المسلم علماني وهو مسلم وقد يكون المسلم اشتراكي وهو مسلم وقد يكون المسلم رأسمالي وهو مسلم تلك مسائل الإسلام قاسم مشترك عند كل الناس الإسلام الدين تعال نتكلم على الإسلام بقى ده الإسلام العقيدة الإسلام الشريعة ننتقل إلى مسألة تانية أن الإسلام الشريعة مقاصد وغايات أنه يقصر العدل يقصد الشورى يقصد أن تحكموا بين الناس بالعدل عند هذه المسائل كيف يقيم العدل كيف يقام هنعمل بمجلس الدكتور الكتاتني بيعلن القائمة اللجنة التأسيسية الآن هننضم راجعوها مع الأسماء يلا نراجع على الهواء تفضل علي صوت اثنين محمد عبد العليم داود ثلاثة محمد سليم العوّل أربعة حسام الغرياني خمسة نصر فريد واصل ستة عاطف البنا سبعة أشرف ثابت ثمانية شعبان عبد العليم تسعة صبحي صالح
10 محمد ماجد خلوصي، 11 معتز بالله عبد الفتاح، 12 أبو العلا ماضي، 13 بهاء الدين أبو شقة، 14 طلعت مرزوق، 15 محمد عبد المنعم الصاوي، 16 ممدوح عبد الهادي عفيفي شاهين، 17 محمد علي بشر، 18 محمد عمارة، 19 عصام العريان، 20 فؤاد بدراوي، 21 محمد البلتاجي، 22 علي فتح الباب، 23 جابر جاد نصار، 24 فاروق جويدة، 25 محمد فؤاد جدالة، 26 محمد ناجي دربالة، 27 أحمد دياب، 28 محمد أنور السادات، 29 خالد الأزهري، 30 شعبان درويش، 31 محمد محسوب عبد المجيد، 32 أشرف عبد الغفور، 33 عبد الرحمن البر، 34 محمد أحمد عطا عمارة، 35 ممدوح الولي، 36 صلاح عبد المعبود، 37 فريد إسماعيل، 38 محمود غزلان، 39 أحمد عمر، 40 حسين إبراهيم، 41 محمد حسان، 42 ياسر برهامي، 43 أحمد محمد خليفة عبد الله، 44 عبد الجليل مصطفى، 45 تيمور فوزي مصطفى كامل، 46 حسين حامد حسان، 47 محمد خيري عبد الدايم، 48 محمد سعد جاويش، 49 أيمن نور، 50 عمرو دراي، 51 نادر بكار، 52 أسامة محمد محمد العبد، 53 حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، 54 سعيد عبد العظيم، 55 طاهر عبد المحسن، 56 عطية فياض، 57 عماد عبد الغفور، 58 عمرو موسى، 59 منار الشربي، 60 وحيد عبد المجيد، 61 عماد حسين حسن، 62 محمد أحمد عبد القادر، 63 محمد عبد الجواد، 64 محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف، 65 أحمد الحلواني، 66 عبد السند يمامة، 67 محمد أحمد شريف، 68 محمد مجد الدين بركات، 69 بسام السيد حسنين متولي، 70 عبد الفتاح خطاب، 71 عبد الله سعيد أبو العز، 72 وليد عبد الأول، 73 أميمة كامل، 74 جمال جبريل، 75 عصام سلطان، 76 أحمد ماهر، 77 أيمن علي، 78 سعاد كامل رزق، 79 محمد يسري إبراهيم، 80 إكرامي سعد، 81 داود الباز، 82
عبد الدايم محمد عبد الرحمن نصير، 83 محمد محي الدين محمد، 84 أماني أبو الفضل، 85 هدى غنية، 86 سامح عاشور، 87 ماجد شبيطة، 88 ماهر علي أحمد البحيري، 89 محمد إبراهيم كامل، 90 الأنبا يوحنا قلتة، 91 منال الطيبي، 92 عبد الرحمن محمد شكري، 93 إدوار غالب سيفين، 94 سمير مرقص، 95 عادل عبد الحميد عبد الله، 96 يونس مخيون، 97 شهيرة حليم دوس، 98 القس صفوة نجيب البياضي، 99 الأنبا بولا، 100 منصف نجيب سليمان. هيقول لسه في 50 احتياطي. الورقة الدوارة تقريبا يعني متطابقة، تقريبا متطابقة، يعني هو بس الاسم الجديد اللي فيها أيمن نور. مكان حد انسحب أيمن نور. بس طبعا هو بيقول دلوقتي ال هو ممكن في اللجنه يبقى فيها شعبان ده قال عليه الوقت، شعبان ده الرويد قالوا عليه الوقت، انت معلمتش عليه. ايوه معلمتش عليه اهو اهو. شهيره دوس اهي كله، لا هي الاسماء حتى الاسم الثنائي الاسم الوحيد الجديد كلهم اهو يا جماعه انا علمت عليهم بيقولهم، بس لقيت انه بس الاسم الجديد في ده كله. يعني كان في ورقه دواره يا جماعه، مش معقول يعني لو 98% في اللجنه اصلا. انا ما اعرفش اسمه ازاي مش مكتوب، يمكن مكتوب مثلا ايمن محمد عبد العزيز مثلا. لا هو ايمن نور موجود يعني. موجود؟ لا هو موجود اساسا في اللجنه متفق عليه. ايمن عبد العزيز نور؟ لا ده انا غلطانه. أيوة والانبا بولا والانبا يوحنا واميمه كامل واماني ابو الفضل. ايمن نور موجود؟ لا 100%. عايز أنا عايز قماشه زرقاء وتعمل لي مقام خضرة خلاص ونعمل لك مقام. اللجنه التاسيسيه كانت في ايدينا قبل اعلان اعضاء اللجنه التاسيسيه، وهذا يعني ان في ورقه دواره. دي كانت معانا من بدايه الحلقه، من اكتر من ساعتين وشويه سعاده النائب محمد شبانة، وكانت مع الناس كلها منذ الصباح. يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان اللجنه مقرره قبل الانتخابات. هو بس انا عايز ما نعطلش الدنيا في الانتخابات. حزب الحريه والعداله معاه عدد معين من الاصوات، واحد بس يتكلم يقول انا ب 300 خلصت له، يقعد بتاع حزب النور يقول انا ب 100 خلصت له، يبقى خلاص اتقسمنا. يبقى الحديث المدنيين انسحبوا، الوفد انسحب ما عدا المبشرين اثنين ولا ثلاثه من الموجودين، والباقي انسحب. فتقرر الوفد قال في شريط الاخبار قال انه بيوقف، يعني السيده مارجريت وهي شخصيه محترمه جدا نائبه انسحبت، مش موجوده، انسحبت واعترضت على هذا الكلام، واعترض كثير من نواب الوفد على هذا. طارق سباقه اعترضهم والقوى الليبراليه. الوفد قال لك في اظن خمسه انسحبوا او سته انسحبوا، وانه ممكن وجه لهم انذار لانه توقفوا انذار، يعني هيطلبوا في بيت الطاعه ولا يعمل لهم ايه؟ تجميل. ده الوفد ليس ملكا لاعضائه وليس ملكا لرئيسه، الوفد له قيمه في المكان. فلما الوفد يتحول الى هذا الاداء السياسي، المساله محتاجه من اعضاء الوفد ان يستردوا الوفد. احنا يعني انا الحقيقه هو برضو للأمانة. في حاله ذهول انا عايز اقول الاسماء اللي بتعلن في اسماء هنا في ايدينا قبل ما يعلن الفرز معناه، والورقه دي من الصبح حضرتك بتقول ايوه موجود. الانبا بولا اسمه بولا يعني ايه؟ الجمعيه التاسيسيه معنا موجود. الانبا بولا اسمه بولا ايه؟ بولا بس بقاش كده؟ هو لما يجي ينتخب طلع بولا بس برضه؟ ايوه يعني بولا من غير اب وام وبولا؟ ما فيش بولا محمد بولا ولا بولا حنا بولا ولا اي حاجه؟ معروف يعني لا يعني الورقه دي اللي كانت بتتقري صح.
يعني هو قال الانبا بولا وطلعت بولا وهنا بس مكتوبه الان عشان نوريها للناس اه بس فينا همزه زياده الانباء بولا الانباء الانباء بولا اي اي واللي بعده الاسماء الثنائيه زي ما هي زي ما هي اي اي وطلع ان في ايمن نور كمان نرجع بعد الفاصل طيب هو بس طب خد الفاصل ماشي ماشي خلاص وبعدين بقى يا جماعه والله الواحد زعلان على البلد الحقيقة قبل ما نستمع للحوار ضيوفنا عايز أقول إن إحنا كنا في انتظار الدكتور حسن البرنس أن ينضم إلينا في البرنامج والدكتور كان موجود فعلا لكنه طلب أن يظهر منفردا في الجزء الأخير من البرنامج وطبعا أنا لا أستطيع أن أطلب من ضيوفي إن هم يتركوا البرنامج وحتى لو طلبت إحنا مش ماشيين كلام واضح مش ماشيين احنا قاعدين هنا معتصمين انا بوضح موقف الحقيقه بوضح موقف لان الدكتور حسن قالوا لي دلوقتي في الكنترول بيقولوا لي الدكتور حسن البرنس مشي وقال انه ان انا عندي توجهات معينه مع مرشح بعينه وضد مرشحهم وانا ليس لي اي توجهات مع اي مرشح واكرر مره اخرى كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مرحبا وأهلا بهم في هذا البرنامج دون شروط لأن مش معقول الضيف يجي ويشترط أنه أمشي ضيوف التانيين عشان هو يتكلم بس أنا حضرتك يعني أنا قافل البرنامج لم تستضيف الدكتور مرسي على ما أذكر يعني. الدكتور مرسي اعتذر يا فندم حضرتك وجهت دعوة رسمية وجهت دعوة أنا وجهت دعوة واثنين وثلاثة وعشرة والأستاذ خيرت الشاطر والدكتور بلتاجي والدكتورة سامة كلهم يعني أنا اتصلنا وخصوصا الدكتور مرسي منذ أيام وصلني الرد أنه لن يأتي إلى هذا البرنامج رفضوا رفضا باتا وتاما وكان لدينا لقاء مع المرشح الآخر الفريق شفيق قمنا به صحيح. يعني هل في هذه الحالة لأنهم رفضوا الجلوس ورفضوا وأنا رفضت الشروط يعني ما ينفعش الإعلام يبقى مشروط يا جماعة إذا كان أول القصيدة كده يعني إزاي يعني هنشتغل إزاي أنا أتمنى أن هم يفوزوا وكل حاجة بس معناها أن هم هيتشرطوا علينا بقى وما نقدرش نقول أن الأستاذ يقعد ولا ساعات رئيس الحزب يقعد ولا أقعد أكلم نفسي ولا يعني أنا مش عارف يعني الحقيقة حاجة هو اصلا لا يجوز ان يقعد معاك لوحده لا هو يبقى هو يعني انا بتكلم شرعا بقى لابد ان يكون هناك محرم احنا على الهوا طب وانا قلت حاجه انا قلت حاجه ثانيه ما ينفعش يعني نمشي ويقعد لوحده ليه يعني طيب الجمعية التأسيسية لا أنا حزينة أنا بحترم جدا الدكتور حسن البرنس وبحترم جدا أنه ياخد كل المساحة وجاء هنا في حلقة سابقة وكان معاه يعني ضيوف كرماء هو قام باختيارهم ورشحهم ليه وقلت له أهلا وسهلا بضيوفك فيعني إنما أنه يعني يوجه لي انتقاد أنه أنا عندي توجه معين ليس من حق أي حد أنه أنا توجهي غير واضح أنا توجهي مصر أنا توجهي المشاهد أنا توجهي الحقيقة وبس طيب اتفضل. جمعية تأثير الدستور اتفضل. أنا شايف أنه النتيجة دي أو البرشامة دي إذا صح التعبير أو طريقة اختيار أعضاء جمعية تأثير الدستور ده أمر إلى حد ما طبيعي في ظل طبيعة تشكيل جمعية تأثير الدستور وطريقة تشكيل الجمعية تأثير الدستور يعني لما نتكلم عن 1300 مرشح امبارح اقر القانون واتفتح باب الترشيح اول امبارح واتقفل في نفس اليوم وقدام 1300 اسماء يعني انبا بولا او اسماء ثنائيه او اسماء ثلاثيه او اسماء احاديه او احاديه او وبدون سي في وبدون هويه وبدون اي معلومات يقدر النائب يختار على اساسها بالاضافه الى طبيعه النواب اللي موجودين اصلا في البرلمان ربما في جزء منهم ليس لديه القدره انه يقدر يميز ايهما افضل وايهما الاضافه الى ان معظمهم بيخضع
مبدأ الطاعة أو الانتماء الحزبي في المفهوم السياسي. فطبيعة العدد وطبيعة التشكيل وطبيعة طريقة الاختيار الأعضاء تحتم أنه يعمل كده، لأنه لو ما عملش كده هيختار الأسماء دي إزاي؟ هيقعد النائب بقى طول النهار يدور بقى في الأسماء اللي موجودة اللي هو أصلا ما يعرفهاش. فهي مسألة تستيف أوراق. إحنا فترة طويلة قعدنا نسأل على بعض الأسماء، نسأل بعضنا على أظن مرشحة اسمها شهيرة مين يعني، قعدنا نسأل بعضنا مين طلع ما حدش عارف. يمكن دايما الجماعة. بقولها للفريسة معنان لما بنتقابل في الاجتماعات، بقول له انت حضرتك عاوز تنهي عاوز يعني تخلص المرحلة الانتقالية وخلاص، يعني عملت تعديلات دستورية وخلاص، اعلان دستوري وخلاص، وعايزين نعمل انتخابات برلمانية بسرعة وخلاص، عايزين نعمل انتخابات رئاسية وخلاص، عاوزين نعمل دستور وخلاص. اللي انا شايفه دلوقتي انه ده ليس دستورا يعبر عن مصر بعد 25 يناير، ليس دستورا يعبر عن أمال وطموحات الشباب اللي قام بثورة أعظم ثورة في التاريخ، ولكنه ربما يعبر عن تيارات سياسية بعينها. فهو ده دستوره خلاص يعني، وده كان واضح في الحقيقة يوم الخميس اللي فات في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه قبل ما نبدأ الاجتماع اتحط ميعاد لتشكيل الجمعية. يعني المشير طنطاوي قال الجمعية سيتم تشكيلها يوم الاثنين القادم قولا واحدا، على ان تجتمع الثلاثاء وتتشكل، ده مواعيد نهائية. طبعا اتأجلت للثلاث نظرا لظروف مجلس الشعب والاجتماعات. والمشير طنطاوي قال والفريق سامع علان قال انه لازم الجماعة تتشكل قبل يوم الخميس بأي شكل من الأشكال. انا في الحقيقة ما كنتش فاهم الإصرار على ان يتم تشكيل الجماعة في هذا التوقيت، لكن يبدو يمكن دي وضحها لي اللواء ممدوح شاهين انه قال إن يوم الخميس احتمال تطلع احكام بحل جزء من البرلمان او حل البرلمان او من هذا القبيل، فيريد انه يطلع بجمعية اساسية للدستور. بالظبط كده. فهو عاوز يشكل جمعية اساسية يعني. هو امام احتمال يوم الخميس بحل جزء من البرلمان، ايوه نشوف بقى الاحتمالات السيناريو القادم. وامام استحقاق انه عايز يسلم السلطة، وتسليم السلطة يعني برلمان ورئيس ودستور. وبالتالي هو عاوز يعني يكمل مؤسسات الدولة وخلاص. برضو خلينا أركز على كلمة أنه عاوز يكملها وخلاص يستفها علشان يسلم البلد لأصحابها. يمكن لما طلب منه أحد الزملاء اللي موجودين أنه حضرتك احنا حاسين أنك عايز ترمي البلد في عب الرئيس اللي يجي وتسيبها له تمشي، قال فعلا بعدها بساعات هيستلم. طلب منه أحد رؤساء الأحزاب أنه يستمر المجلس العسكري لمدة 60 يوم موجود في السلطة حتى يرتب الرئيس الجديد أوراقه، يعني يديله فرصة ان هو يجتمع بالقوى السياسية والأحزاب، يديله فرصة انه يختار رئيس وزراء، انه يشكل حكومة فيها 30 وزير، انه يحاول يربق الصدع اللي موجود بين التيارات الثورية والقوى السياسية. يعني يقدر الرئيس ده يتحرك بحرية الأول قبل ما نحاسبه، لانه أول يوم ما يمسك ممكن تلاقي المظاهرات عند بيته ربما لمرتبات أو لاعتراض على شيء ما، خصوصا ان كلا المرشحين يعني في قوى كتير لديها اعتراضات عليهم. وبالتالي طلب منه، رفض تماما انه حتى يستمر في حفظ الامن وحتى تسليم السلطه. لذلك يعني حتى حد قال له هناك فرق بين حمل الامانه وحمايه الامانه، تحملها وترميها في حجر واحد ولا تحميها حتى توصلها الى اصحابها. انت تسلمتها، يجب ان تحميها حتى تسلمها لمن ياتي بعدك. لكن تعمل برلمان مشكوك في شرعيته، وتعمل رئيس مطعون في شرعيته، وتعمل دستور بهذا الشكل يعني فيه شبهات كتير جدا عليه، وتسلم البلد مهلهلة وهناك يعني دلوقتي لو تم حل البرلمان وضع الجمعية التأسيسية ايه ماشية في سكة؟ لا الجمعية ماشية لانه هي منفصل مستقل. شخصية مستقلة يعني الجمعية يعني. بالشكل ده يعني هتعكس يعني بالزبط. متصورين بالاسماء دي هتعكس جميع الاطياف في الشعب المصري بالظبط، لانه لو طلع حل لا شك انه مش هتعكس. نعم لا شك انه ما تعكسش كل لا تعكس. احنا فاضلناش غير دقايق في البرنامج، فحطك لحضرتك دقيقتين وساعات النايف دقيقتين. اتفضل. هو طبعا قبل من ده عشان حسن يجي؟ لا 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 ده منفصل، ده معاد البرنامج. لا المعد يكلمني، ده معاد البرنامج. ايوه ده معاد البرنامج. خلاص وفعلا انا هسال المشاهدين قولوا لي كنت اعمل ايه في الموقف ده، يعني امشي الضيوف عشان الدكتور حسن يطلع لوحده. اتفضل. هو طبعا ردوا على الاسئله.
بخصوص اذا اتحلل البرلمان او ما اتحلش البرلمان. ففي يعني القضاء الاداري ريحنا في هذا الامر وقال ان في ما يسمى بنظريه الموظف العام او نظريه الموظف المفترضه، وهو اذا كان في حكم كاشف وهو حكم المحكمه الدستوريه عن واقع بطلان الى انه لا يمكن ان يسحب البطلان منذ انشائه، لان في قرارات عمليه قد اتخذت لابد ان تحترم. نظريه الموظف الفعلي، نظريه الموظف الفعلي. وطبعا احنا كخلفيه ما بني على باطل فهو باطل. فبدايه الفهم لآلية انشاء الجمعيه التاسيسيه للدستور هو الذي ادى الى نظريه القوائم الحزبيه، القوائم القوائم اللي زي انتخابات النقابات المهنيه، زي كان انا في انتخابات عماليه او شيء من هذا القبيل، انتخابات نادي كل واحد له قايمه، فالاغلبيه ليها قايمه فصوتت لصالح القائم. الفهم اساسا خاطئ. الفهم لم يستوعب ان هذه اللحظه الفارقه من عمر الأمة لابد أن نستدعي فيها علماءها ونستدعي فيها القيم القانونية والقيم الحضارية، لأن دي مش ملك لأحد، دي ملك للأمة كلها. لا يمكن أبدا أن أتخيل أن يكون في يعني لجنة تأسيسية للدستور دون أن تخلو من اسم الدكتور محمد كمال عبد العزيز. يعني ده قيمة وهامة لا يمكن إنكارها، لا يمكن. وما فيش دكتور إبراهيم درويش اللي بيكتب الدستور التركي، الدكتور إبراهيم درويش، يعني أنا متصور أن هؤلاء العلماء يسعى إليهم، التأسيسية السابقة يسعى إليهم يا دكتورة، يسعى إليهم. لكن ما نستناش لما يقدموا طلبات، الأتراك جابوه، ما نستناش لما يقدموا دول طلبات ونبحثهم ونصوت عليهم ولا ما نصوتش. دول قيم إنسانية لابد أن يعني يسعى إليها، علشان برضو الأمور ما تتخذش بفهم خاطئ. لا يمكن أبدا نحن نقول أن فيه دولة دينية ودولة مدنية. بس ده واقع في، لا ليس في الإسلام دولة مدنية، دولة دينية هو ليس في الإسلام وليس في المسيحية وليس في اليهودية. ما يسمى دولة، توصف اللي بيحصل ده دلوقتي. لا أنا متصور أنه تمسك بالإطار الذي تضعه الدولة الدينية بأن من يخرج عليها فقد خرج على شيء مقدس. يبقى دولة استبدادية بأدواتها. بأدواتها. هو فرعون لما أراد أن ينشئ دولة دينية فقال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضهما، من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. المفسرين قالوا إن طريقتكم المثلى المعني بها هو النظام القائم، النظام القائم في البلد. ففي إطار مقدس أي حد بيحاول إن هو يتخطى هذا الإطار فهو بيستدعي فكرة الدولة الدينية. هي التي استدعتها في العصور الوسطى الكنيسة بأن ما تحله في الأرض محلول في السماء، هو الذي يستدعي كل مستبد وكل طاغية أنه ظل الله في الأرض، أو أنه يعني ما يقوله فهو محلول وما ينهى عنه فهو مربوط. ولكن الحقيقة أن الحريات العامة مكفولة في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية، ولا مسمى لدولة دينية، وإن كنا نستدعيها لنمارس شكل من أشكال الاستبداد الذي تبشره الدولة الدينية. تفضل يا فندم. تفضل. فيما يتعلق بحل مجلس الشعب المنتظر يوم الخميس القادم، لا أظن أن ده قرار ممكن يصدر. فإذا ما صدر نصبح أمام مأزق خطير جدا. ما يتعلق بانتخابات الرئاسة، عما إذا كانت تتم بقى قانونها ولا لا. لأنه مرسي مرشح بتوقيعات نواب ولم يتكون المركز القانوني مازال. يبقى دي مسألة في انتخابات الرئاسة. اثنين، الرئيس اللي هيعلن انتخابه أمام من يقسم يمين الولاء أو اليمين الجمهوري أمام مجلس الشعب والشورى، فإذا ما جرى الحل أو وصم بأنه باطل يبقى ورد اليمين على غير محل. اثنين، فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، أريد أن أقرر وبشكل واضح أن اختزال إرادة الأمة في جماعة أو حزب خطيئة. اختزال إرادة الأمة في حزب أو جماعة خطيئة، ده خطف لإرادة الأمة وصبها في جماعة. ثلاثة، عندما تتقدم مصر مجتمعة إلى أن تطرق أبواب المستقبل
وتستدعي ما لديها من قوة وعلماء، لا يجوز الاحتجاج أمامها بأن هناك جماعة سيقراطية أو مدنية أو دينية أو حزبية تتحدث وحدها وتحتكر إرادة مصر وهي تتقدم خطواتها الأولى. عندما يستبعد علماء مصر الذين طرقوا أبواب السماء بعلمهم وبفهمهم وبتقدمهم ثم يستبدلوا بمن هو أدنى، أقول أن نتقدم إلى المستقبل بخطى مرتعشة تلتف بنا القهقرية إلى الوراء من إلى الوراء مرة أخرى. عند هذه الحدود الجمعية التأسيسية التي أعلنت والتي قدمت أوراقها هي اختبار محك، هي 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 مصداقية الأداء السياسي لجماعات الإخوان المسلمين وجماعة حزب النور على المحك. لا أتحدث عن هفوات أشخاص، ولا أتحدث عن مشروعات قد تقدم أو لا تقدم، ولا كنت أتمنى أن يطول البرنامج لأحدث حضرتك عن مسائل عندما نختلف أنا والآخر، أنا وحضرتك، حول قانون الحد الأدنى والحد الأقصى، وأقول 15 أو 30 أو 5 فتقول 5 وأقول 15، من هنا الإسلام؟ أنا ولا أنت؟ ولا احنا الاثنين في إطار منظومة كاملة تبتغي العدل؟ عندما تتنصر أو أتنصر بعباءة لأعصمك، لأعصم رأيي وأحول بينك وبين انتقادي، يبقى أنا أظن أنت بتستدعي فكرة الدولة الدينية عندئذ لإيجاد إطار مقدس لا يمكن تخطيه. تمام. عند هذا الحديث أقول إن مصر في خطر حقيقي، مستقبل مصر في خطر حقيقي، إما أن نستمر وإما أن نقول وقفة مع الصديق. وأظن أننا الآن محتاجين أننا نتوحد، أننا وقفة مع الصديق. لا يليق، لا يليق أن نتقدم في بناء المؤسسات الدستورية التي خضنا بدأناها بعشوائية، أن نتقدم بهذا الشكل المعوج الذي لا ينبئ عن رشد ووعي بمستحقات المستقبل، بمستحقات الانتقال إلى الدولة المصرية، إلى الجمهورية الثالثة. أقول لم تنضب علماء، لم ينضب علماء مصر في أن يقدموا علماء. لا يمكن للإرادة السياسية أن تستبعد علماء، لا يمكن للإرادة الحزبية أن تقوم على المغالبة فتستبعد العقول لصالح الأحزاب. لا يمكن أن تختطف مصر ونحن صامتون، لا يمكن أن تختطف مصر وترتهن لصالح جماعة، لا يمكن أن نجلس على مائدة فتقتسم مصر بسكين السياسة وتقسم مصر بسكين السياسة. تلك خطيئة سوف يحاسبنا عنها التاريخ. يا فندم حضرتك انتوا بتتكلموا اللي بيحصل ان في لجنة تأسيسية ماشية في طريقها وتم تشكيلها وورقة دورة ومرتبين كل حاجة، وانت بتقول الكلام ده جميل جدا. من اسقط الطغاة يسقط ما بعدهم، ما بعده الثورة مستمرة. انا تمام. ثلاث نقاط بسرعة. النقطة الأولى، أنا يمكن مختلف تماما مع أداء البرلمان، وقلت أكتر من مرة وهجمت البرلمان وأنه ما قامش بدوره وأنه ما يعبرش عن الثورة وأنه من أول يوم ما كانش له أجندة واضحة لاستكمال أهداف الثورة أو تبني أهداف الثورة. لكن حل البرلمان في هذا التوقيت يضعنا في مأزق حقيقي، وربما يعني يستدرك أن يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه سيتعود إليه مرة أخرى السلطات التشريعية وموازنة الدولة، وده هتخليه يستمر في السلطة حتى يوضع دستور جديد وينتخب برلمان جديد، وده في الحقيقة قد يعني يؤدي إلى مفاوضة أخرى ويؤدي إلى هجوم آخر على المجلس على القوات المسلحة. لذلك حل البرلمان الآن ربما يؤدي إلى مشكلة كبيرة. النقطة الثانية، بالنسبة لكل الخبراء اللي حضرتك اتكلمت عنهم والأسماء الكبيرة والقامات الكبيرة اللي اتكلمنا عنها، لما تيجي تكلم حد في حزب الحرية والعدالة وتقول ليه ما خدتش الناس دي، يقول لك في عندنا لجان معاونة، ودايما بيركزوا قوي على اللجان المعاونة. يعني نجيب الدكتور إبراهيم درويش يبقى في لجنة معاونة، يقول رأيه يروح، وبعدين نشوف بقى القيمة الكبيرة والأخوة والزملاء الكبار اللي موجودين في المية، هم دول يقرروا إذا كان اللي الدكتور إبراهيم درويش قاله صحيح ولا خطأ، يمشي ولا ما يمشيش، والتصويت يخضع للأكثرية أو الأغلبية اللي موجودة في البرلمان اللي مضمونة حتى الآن بنسبة يعني بما لا يدع مجال من الشك من النظرة الأولى للأسماء اللي موجودة. النقطة الأخيرة في الحقيقة اللي عاوز أقولها لأن هي خدت جزء كبير من حلقة النهاردة هو موضوع مصر والشريعة
مصر دولة إسلامية قبل أن يجيء الإخوان، ومصر دولة محمد عبده ومحمد رشيد رضا وكل مصر دولة إسلامية ودولة محافظة ودولة يعني لها تاريخ، والحديث عن فتح مصر من جديد وعمر بن العاص جديد لفتح مصر، هذا الكلام إهانة في الحقيقة للشعب المصري وإهانة ل الإسلام. وإذا كان هناك قصور فهو قصور في الدعوة، لأنه الدعوة تحولت إلى وظيفة وإلى مهنة، وبالتالي سقطت الدعوة وسقطت قيمة الدعاء. يجب أن تعود الدعوة إلى رشدها، وليس التدخل في شؤون إدارة الدولة. يجب أن تدار الدولة على أساس الكفاءة فقط، وأن يتبوأ المناصب القيادية فيها. إذا أردنا أن نقيم دولة ديمقراطية محترمة وأن نحقق تنمية حقيقية، يجب أن تقوم الدولة على أساس واحد فقط، وهو أساس الكفاءة. وزي ما بيقول دايما الدكتور مصطفى محمود عليه رحمة الله، لو نزل مسلم وكافر الماء لن ينجو إلا من تعلم العوم. فالكافر الذي يجيد العوم سينجو، والمسلم الذي لا يجيد العوم سيغرق. وبالتالي الأصل هو الكفاءة، وانتخاب الأصلح زي ما كان. أنا سألت مرة أحد شيوخ السلفية، قلت له يعني إذا كان قدامي مسلم وغير مسلم مثلا، من أختار؟ قال أختار الأفضل ولو كان على غير الإسلام. نحن هنا نختار ليكون شيخ أزهر أو يكون إمام، ولا عشان يكون مشرع ويكون. وبالتالي الخطأ اللي وقع في الإخوان هم اعتمدوا على الولاء وليس على الكفاءة. كان بإمكانهم أن هم ياخدوا جزء من الثورة والكلام ده. هو في كان سؤالي الولاء وبالتالي بالضبط، فهم قدموا الولاء بالضبط، قدموا الولاء عشان كده جالنا نائب بقى التجميل ونائب كذا. فدي كلها امور، لان احنا لم نختار. هي طبعا هي كانت فرصه الاحزاب، فان كان ضروري يبقى في عمرو فيبقى عمرو حمزاوي. الله اعلم بقى يعني مصر يعني. يعني انا هنا بستدعي كلمه قالها الاستاذ مختار نوح في هذا البرنامج، قال انه يجب ان تعقد محاكمه شعبيه لمن وضع الاعلان الدستوري الذي تضمن الماده 28 تعديلات دستوريه. ولكن بنفاجئ بان الذين وضعوا هذه الماده في اللجنه التاسيسيه ويستبعد منها القامات والهامات، ومنهم الدكتور إبراهيم درويش، الأستاذ مختار نوح، غيرهم من ممن يسعى إليهم ولا يسعون بتقديم. عصام الإسلامبول الحقيقة كنا بنتكلم على النواب بس عشان نبتسم كده في الليلة دي. أنا أسف يعني مش قصدي. لا بلاش تجيب يعني دور على حاجة تانية. شوف يفحص اللي هتجيب صورة شعب ولا شورى. مش عارفه شعب ولا شور. ده احنا في الشعب ده شعب ولا شور. احنا عندنا حالتين شعب، شعب ولا شور. في خبر بيقول لك نائب ده في الوفد، ده عنوان الوفد مش عنواني، نائب يتابع الفاتنات في اجتماع التاسيسيه. بعيدا عن الصراعات والانقسامات التي تهدد بافشال الجمعيه التاسيسيه للدستور مره ثانيه، خرج احد النواب من الجو الخانق للمناقشات وتفرغ لتصفح مواقع الانترنت على جهاز الايباد. يبدو ان النائب البرلماني توقف طويلا امام صور فاتنات اليورو 2012، نسى هموم التاسيسيه امام مشجعه المانيه متالقه في كاس الامم الاوروبيه المقامه حاليا في بولندا واوكرانيا. دول عرفوا يخشوا هو جاي بأني صورة يعني، وكأنه يقول هي دي التأسيسية ولا بلاش صورة يعني. إذا كانت حلوة يتوفر سبب من أسباب الإباحة. الإباحة يا إباحة. إذا كانت حلوة وحشة يبقى ظرف مشدد. الحقيقة عايز أقول أيضا أن في خبر عن جمال ده في الأهرام، بوابة الأهرام، النيابة بتوجه لجمال مبارك استغلال النفوذ للسيطرة على الجهاز المصرفي وتحقيق ثروات طائلة. كشفت ملاحظات النيابة في التحقيقات التي بشرتها في قضية اتهام علاء وجمال مبارك وسبع آخرين في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2,051,028,648 جنيه، ان جمال قد استغل نفوذه للسيطره على الجهاز المصرفي وتحقيق ثروات ماليه طائله دون وجه حق. القضيه معروضه في النيابه، واظن في يوليا هتعقد في يوليا، ما نقدرش نعلق عليها لغايه لما نشوف هيحصل فيها ايه، ولو ان الموضوع مثير جدا. دول 2 مليار. وفي النهايه انا عايزه اقول ان النهارده بعض النواب في اجتماع اللجنه التاسيسيه عزف السلام الجمهوري، ورفض بعض النواب ان هم يقفوا للسلام الجمهوري.
وقبل كده في الدقيقة أحداث برضو رفضوا على البابا شتون في الدقيقة أحداث. بس أنا هنغير السلام الجمهور نعمله طلع على البدر وعلينا. عايزة أقول إن أنا سمعت بودني نائب من النواب من نائب سلفي الحقيقة بيقول أنا حر. بيسألوا المذيع أنت ليه ما وقفتش؟ قال له عشان كان في موسيقى وانا ما لابد ان يكون بالدف ما فيش موسيقى في حياتنا. ف انا الحقيقه واستمر يساله فقال له احنا جايين عشان نطبق الشريعه الاسلاميه بالتدريج. فقال له نطبق قال له لو ما طبقناش الحرابه كما اقترح احد النواب على البلطجيه هيفضلوا البلطجيه موجودين. ده احنا عايزين ناخر الحدود شويه لان الحدود لو جت تطبق الوقت هيصاب بعض الاعضاء. يعني خلينا كده بالتدريج. الأستاذة مديحة عزب في الأخبار لها مقال النهاردة بعنوان نقطة نظام، والحقيقة بتقول سطر واحد عايزة أختم به البرنامج، بتقول الغريب البعض يروج لأنفسهم عند الجهل وأنصاف المثقفين بأنهم سوف يطبقون الشريعة الإسلامية. أمال إحنا كنا بنطبق طبق الشريعة على الشعب مش علينا إحنا. امال احنا كنا بنطبق ايه طول عشرات السنين الشريعة البوذية. المهم افتكروا مقالة حلوة للأستاذة مديحة عزب. افتكروا واحنا رايحين صناديق الانتخاب ان الشعوب تستحق حكامها.